من منا يستطيع أن ينكر أن العسل من أسمى العلاجات التي أثبتت فعاليتها حول العالم منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا؟ لم تقل أهمية هذا المنتج مطلقاً، بالعكس ازداد التوسع فيه وفي اكتشاف أسراره، واستخدم العسل كعلاج طبي منذ آلاف السنين، منها ما استخدم في علاج العقم والضعف الجنسي وآلام العظام والمفاصل والكثير من الأمراض التي قام العسل بدور الطبيب المعالج فيها. وما زالت الاكتشافات تتواتر في أهمية العسل بفارق أنواعه التي يختلف فيها كل نوع عن الآخر في مزاياه العلاجية. يتم إنتاج عسل المانوكا في أستراليا ونيوزيلندا من النحل الذي يقوم بتلقيح شجرة معروفة سمي العسل على اسمها، وهي شجرة أو أزهار المانوكا أو ما تدعى بأشجار الشاي. فقد أظهرت أبحاث حديثة أن عسل المانوكا بالتحديد يمتلك فوائد إضافية مقارنة بأصناف العسل الأخرى، ويمكن لهذا النوع من العسل قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الموجودة في الجروح. ويدرس حالياً استخدام العسل أيضاً كبديل علاجي في حالات الإصابة بالتهاب الكلى، كما أن استخدام عسل المانوكا يمكن أن يوفر بديلاً لعلاج التهاب الجهاز التنفسي، وخاصة ضد البكتيريا التي توجد في حالات الإصابة بالتليف الكيسي، حيث قام بعض الأطباء المشرفين على دراسة لأعسال المانوكا كانوا قد زرعوا التهابات بكتيرية مشابهة لتلك التي تظهر لدى مرضى التليف الكيسي، ومن ثم عالجوا الالتهابات بعسل المانوكا لتظهر النتائج أنه كان فعالاً في قتل البكتيريا بنسبة 39%، بينما وصلت نسبة قتل البكتيريا في حالة استخدام المضادات الحيوية إلى 30% فقط، أي أن عسل المانوكا أثبت جدارته على المضادات الحيوية الطبية. ليس كأي عسل جربته في حياتك، فعسل المانوكا يتميز بنكهة خاصة مختلفة ولون قاتم أقرب إلى البني، كما يختلف عن العسل الطبيعي أيضاً بسبب ارتفاع نسبة مادة ميثيل جليكوسال فيه، وهي مادة ذات تأثير مضاد ومحارب للجراثيم. والرقم الذي سيكون صادماً لك هو أن عسل المانوكا يرتفع فيه تركيز هذه المادة إلى 100 مرة ضعف ما هو موجود في العسل الطبيعي. عسل المانوكا لا يستخدم فقط كمادة مطهرة للجروح، بل هو علاج فعال أيضاً في استخدامه كمهدئ ضد فيروسات نزلات البرد وضد الكثير من الالتهابات مثل التهاب المثانة، ويقوي المناعة كذلك، ويمكن أن يستخدم ضد البكتيريا بجميع أنواعها سواء كانت في داخل الجسم أو خارجه، بالإضافة إلى اكتشاف استخداماته في عالم التجميل والحصول على بشرة نظيفة وناعمة كالطفل. وبسبب الطلب الكبير على عسل المانوكا في العديد من المجالات الطبية والتجميلية، ارتفع ثمنه بصورة هائلة، خاصة بعد تصنيفه على أنه العلاج السحري لمعظم المشكلات، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد من عسل المانوكا توازياً مع الأعلى جودة بين أنواعه إلى ما يقارب 5200 دولار أمريكي، مع العلم أن هناك أنواعاً منه تعتبر أقل سعراً، لكن المادة المعالجة المضادة فيها تكون أقل جودة وفائدة.